قول اللي في قلبك وعيني قراته في عينيك. يعني هتشيع عيالنا يا همام يحموا مملوك منفي؟ مملوك منفي صالح بيه بعد كل اللي عمله معاي بقي مملوك منفي. صالح بيه صاحبي وليك في رقبة العهد. طول ما هو في مطرحه هنا ماشي، لكن غير كده لا. يعني احنا نحمي القوي وبس؟ ياجي غيره ويبقى لنا معاه طريقة، هما يتغيروا واحنا قاعدين زي الوتد. مش موافقك، واجبي احمي صاحبي للنهاية. انت حر، انت عتعمل اللي في راسك وبس. الراس اللي مفيهاش مطرح للقلب راس خربان يا واد عمي. ولما يتقتل هو وعيالنا اللي معاه. يبقى ما تعلموش وراح شقانا هدر، واللي ما تعلمش يستاهل. واحنا نخاطره ليه؟ اللي ما يخاطرش امه ما تزغرتش يا اسماعيل. تعالي يا حبيبتي، تعالي تسندي عليا. محدش يسندني. بعد عمي مالك زعلانه ليه؟ ما زعلانهش، وما عاوزه شبكه تقيله على حد. تقيلة على مين؟ ليه كلامك بجذبش كده؟ تقيلة على الناس كلها. شيل ورد اليمن، حط ورد اليمن، والكل عاوز يبعد عني ويفر ويطير كأني كبسة على نفسكم. ليه؟ ايش حياتكم وسيبوني في حالي؟ النفر منا لما بيتجر عيب كدمه ماسك، والكل عيدوه على اي حد عشان يكون من قدامه. ايه يا حبيبتي بس الكلام ده؟ خلقك ضيق ليه؟ ليه؟ عذراكي معاكي يا حبيبتي، شد وتزور. عاوز اقوم على حالي واخدم روحي، عاوز اقوم على حالي. خبر ايه؟ مالكم هتزعلوا ليه؟ مفيش حاجه، البت نور الصباح سماعها تقل وورد اليمن هتنادم عليها. مالك يا ورد؟ هتزعل؟ ما حدش، انا زعلانه من روحي وما طايقاش وما عاوزاش غير اني اموت وارتاح. اللي عبد الوجه طب والبيت؟ ما يبقاش فيه ورد. كيف البيت يخلى من ريحة الورد؟ بعد الشر عليك ان شاء الله فضه ونسيت. حمام بقول لك ايه، يعني هو ما ينفعش كده، يعني هو طلب غريب، لكن انت حر ترضى بيه ما ترضاش اتصرف. عاوز ايه؟ نطلع بره نشم هوا ربنا شوي. تطلع فين يا حزاني؟ خلاص انت حر، بس حبسه الفروج دي هتعجزنا كلنا. لا مؤاخذه يا ورد. بصي يا صالحه، انت وورد اليمن مفيش حاجة اسمها حريم تطلع برا. بس يا همام طلعت جدع، عملت اللي ما عملوش غيرك قبل كده في الدنيا كلها، طلعت حريمك يشم هوا. ايوه حصل، بس الظاهر يا صالحة كانت غلطة كبيرة قوي. ليه؟ عشان اللي شايفه في عينيك كده. ما هي المرأة لما تطلع وتشوف اللي ما شافتهوش قبل كده تبدأ عينها تطلب ولسانها يقول. قول يا صالحة. دي طالعة في العمر، من يوم ما اتولدنا ما شفناش غير الحيطان. كمل جميل. خير، وانا اللي فتحت الفتوحه خير. ميه النيل فيها الشفاء،
من جدود الجدود ويقولوا ان النيل دواء. خبر ايه يا صفحة؟ جنيتي ولا ايه؟ عاوز تسبح في النيل؟ لا اتسبح برضو، احنا نعمله كده؟ امال عاوزه ايه؟ خلصي ورد اليمن يا همام، تغطس رجليها في الميه وربك هو الشافي. انت هتقولي ايه يا مهفوفه انت؟ انت عاوزه مرتي تشمر هدومها وتدلدل رجلها في النيل؟ كيف يعني؟ مفيش خشيه؟ نبل رجليها وخلاص، مفيش حد ناظرنا، وربك اسراره ملهاش اول من اخر، ويمكن يجعله هو سبب في الشفاء. لمي روحك يا صالحة. مرة في العمر بس يا همام. انت مجنونة ولا ايه؟ الراجل اللي هناك ده يقول ايه يعني؟ ماشي، هو احنا ناقصنا حد يحرسنا؟ معنا همام السبعة. صالحة ما تخلينيش اندم ان سمعت كلام الحريم. تلمي همام، خد مني وقول يا رب. لا اله الا الله، وانا قلت لك لا يا صالحة، ما اعملش اللي في راسي. مساعد نعم، شيخ العرب روح يا مساعد، تغدى مع عيالك وبرجع لي بعد المغرب. ماني في الخدمه يا شيخ العرب. يلا اجرالهم ايه؟ اسمع الكلام عشان نبقوا على راحتنا وانت كمان تبقوا على راحتك. انا مرتاح يا شيخ العرب. لما اقول لك تروح تروح. يلا حاضر يا شيخ العرب. عطشت وكسفت نادم على حد، لقيت نفسي قمت. نفذ الأمر؟ نفذ الأمر يا مولاي. غريبة. إيه الغريب في كده بيك؟ يعني إنه ينفذ الأمر بالسهولة دي بعد سنين الحكم دي كلها؟ راجل مسالم. لا ما أعتقدش. وهو فين دلوقتي؟ عند خليج السويس. وهو طالع على غزة تتعمل الحسبة ويتقتل وهو في عرض البحر. تمام يا فندم، بس ليه؟ انت ما ينفعش تسألني ليه يا مملوك، فاهم؟ فاهم يا فندم. مين اللي عملك بيك وسمح لك تربي دقنك وعمل لك قيمة؟ انت مولاي. لولا صالح القسمي ما كانش يبقى فيه همام، هو اللي قوى شوكته، هو بابي الرقبة همام. لا لا عاد، لا قومي كفاية عاد. أقوم أعمل إيه؟ تمشي برجليكي على عباية همام. واه عباية همام. ما يدوش شافش قلبي عشان تمشي عليه. يسلم لي قلبك وعمرك وعافيتك يا أغلى الناس. يلا تعال تعالي، توحشت مشيتك. قومي تعالي امشي يمين وشمال، امشي على كفي حبيبي يا همام. الليلة دي بعنامش لحد الصبح. حاضر. واللي عينام قبل التاني يبقى ما بيحبهوش. اتفقنا. صالح بيك القسمي في خيمته؟ ايوه يا بيك. معاد سفره الى غزه اقترب ولسه في الخيمه. اتفضل يا بيك اتفضل. صالح بيك القسمي اشتقنا لك.
حرما حرما. خير يا بكوات؟ عايزين مين؟ عاوزين صالح بيك يا شيخ. صالح بيك باع الخيمة اللي فيها ومشي من صلاة الفجر. مشي راح فين؟ خد فرسه وسبق ناحية البحر. سيب رقبتي. بحر؟ لو خدتوني معاكم يعني ممكن ادلكم على طريقه، بس تدفعوا لي زين. ادوا الخيمة وهاتوا العرب. صالح بيك الخصمي، مش كنت قلت لنا كنا نوصلك؟ وتوصلني ليه؟ انت مين؟ انا صالح بيك برجوان. صالح بيك برجوان؟ فين الحلوان؟ هتاكلوا عليا الحلوان؟ انت بتضحك عليا يا عربي يا حقير. اضحك عليك كيف يا بيه؟ قلت لي عايز صالح بيك، جبت لك صالح بيك. هتاكلوا عليا الحلوان ولا ايه؟ غور من وشي. الا بالسلامه دي هديه قومتك بالسلامه. ان شاء الله تسلم وتعيش متهني. ده حلو قوي. انت احلى. شيعت جبته من خميم مخصوص عشان ربنا يكتب له السعاده لما يلبس جسمك. قد كده هتحبني يا همام. انا كان نفسي اغزل بيدي واسبغ بيدي والبسهولك بيدي. غسل وسب؟ لا مش شغلتك، لكن تلبسوني بيدك ممكن. يبقى ربنا كتب لي يد السعادة كمان. فرجيني. لا اتكسف عين. انا ما اتكسفش. يلا فرجيني. يا مرحبا. مرحبا مرحبا صالح بيك. يا مرحب يا مرحب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرحبا تفضلوا تفضلوا. الله يسلمك. ضيف همام ضيفي. بارك الله فيك يا شيخ. تفضلوا. انت واللي معاك فوق راسنا. تفضلوا. يا مرحبا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. تفضلوا. يا سلام يا ورد اليمن. اتوحشتك وانت واقفة. انت ماشية. انت جاي يا جاري. يا ابوي بعد عن مين ده اللي يقدر يبعد عني؟ لو ما بحثتش عني هطير منك. ما نقدر دلوك اجري على رجلي وما تحصلنيش. مين ده اللي ما يحصلكيش؟ والله لو ركبت الجناحات قلبي شوق اسرع. لو تقدر تمسكني امسكني. ود أنا راسي ناشفة ما تعدنيش. هتحبني حصلني. همسكك يعني همسكك. وريني هتمسكني كيف. بنت بنت بنت. بنت خادع يا همام. عرفت تمسكها. صح شديد. ده أنا كان عندي 12 سنة وأنت ولد 24 ما طرتش ورايا يا همام. أصلها بعيد عنك على جانب رجليها. هات حبستها يا مبروكة بعيد عنك. وماله يا حبيبي؟ تجري برجليها زي ما هي عاوزة. واه يا همام صح الحب هيقل القيمة. يقل قيمة مين؟ لم روحك يا صالح. عيب عيب صح. خش جوا يا ورد اليمن هرجع لك. كده عقلك صغير. انا العقل صغير؟ يا خساره يا شيخ العرب. وفي ما جلعكيش انا يعني؟ هتجلعني كده؟ عمرك ما جلعتني كده. بس هقول لك جلع الكبار زي حك الزيار. دمك ماسخ جو وانت هتطير وراها وانت كبير كده. عيب على شيبك كده. انا هوريكي تمنها ايه الكلمه دي. هتضربني يا همام. اقطع فرس. استريحتي؟ طرت زيها ودينا طرت وراك اهو. لكن عيب والله وانت كبيره تعملي كده وقدام العيال كمان. ان
رجالها الكبار ماسخ صح. ماشي خليك جارها يا همام عشان نار حطوبه وردي. شفت المعجل صغير. تصبح على خير يا همام. واقفين ليه؟ خشوا نام. مش قبل ما تجري ورانا. اجري وراكم كيف؟ غوروا ناموا لو لا ما هنموش. واه طب اللي همسكوا فيكم عارف شغل. يلا. تعطر ورا عيال يا عمام. واحنا نوار وعندنا واحد عربان ليش. قول قصدك ايش؟ نسلمه لعلي بيك ونبهه قدمنا لشيخ بلاد مصر هدية. وهمام تقدر على شره؟ همام من؟ هذه هدية أول مسمار في حجر همام فرصة. لا يا بوي همام منع الالتزام عن القلعة السنة ومحدش يقدر عليه وخلانا كمين نمنعه معاه. همام قادر وما نريدوش مشاكل معاه. يعني انصحته همام يوصل لقريضة؟ انت ما نسيت يوم ما ولع فيني؟ ما نسيتش لكن همام توا اقوى من زمان. هذا يملك رسمي وله امر ويمكن مستقبل الايام تبقى له. نام بنحبه ومن يطيق همام هذا؟ نأمن له راجلة لحد ما يطلع من عندنا ونقوله لعلي بيك واللي يلحق التاني يكسب ونبه وكسبنا الكل واللي يضعف فيهم مصلحة. نويت يا بيه؟ إن شاء الله. متشكرين على كرم الضيافة. من بعد خيرك وخير همام. وعلى وين إن شاء الله؟ بلاد الله واسعة يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مع السلامة. مع السلامة. كبيركم صالح بيه صاحبي وأخوي وانتوا رجالته ومماليكه وضيوفي. يا شيخ العرب همام احنا ما تعودناش نستخبى زي نسوان والمفروض نكون مع صالح بيه. استخبوا؟ ما فهمش الكلمة دي معناها ايه؟ يعني نتدارى جوه البيوت. لا لا ما تتداروش انتوا ضيوفي ليكم حق الضيافة لغاية رجوع صالح بيه واستقراره في مني. وليه ما نطلعش ونحارب معاه؟ ده مستعجل على الحرب كده ليه؟ ما هي جاية جاية. المصلحة دلوقتي انكم تفضلوا كمين عندي هنا لغاية صالح بيه ما يكرنك في المني. هتلبسوا لبس هوارة زي ما كان هيعمل صالح بيه عشان ما تلفتوش النظر. انتم عندي أمانة لحد ما يأذن ربنا. كرنك في المنيا في أمان الله يا شيخ العرب. راجل يا جابر طول عمري نظرة ليك ما خبتش. خدمكم يا شيخ العرب. أنا عهدت نفسي من يوم ما جيت هنا إن أبيع روحي ليك على أمل. قلت لك اقطع الأمل وعشر في أي حاجة تانية. عشمي في الله ما يتقطعش يا شيخ العرب. هفضل جارك لسانك ويدك لحد ما ربنا يأذن. يأذن بيه يا جابر؟ اتحقق لي مرادي. هياخدني ربنا وموت. يبقى هتموت أقرب يا جابر. روح يا ولدي لمرتك وعيالك نظف راسك من وجع القلب اللي فيه ده. انا احبك ما تخلينش اقلب عليك. حاضر يا شيخ العرب. حاضر. ماشية في وادي الخوف بلا جهة يا وردة الوردات يا وجيها الفرحة تاني منين حتجيلك والفرحة تاني منين حتجيها آه
القلعة رايحة فين؟ بصي عملنا فيك ايه؟ بعيد عن طريق. احنا وصلي بعيد عن طريق يقول غطيني يا انت مش عارف انا مين؟ لا بس غطيني احسن ابويا يشوفني كده. بس انا عايز اشوفك. غطيني الاول. انا عايز اشوف جمال وشك. أنا خلاص كسرت المراية. شوفني كيف. هشوفك بعيوني. أنت المراية. يعني الحبيب مراية حبيب. بص كده. واقفة تكلمي مين يا ليلى وراسك عريان؟ أبوي. ليلى. 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 ليلى اسمها معاك وانت نايم وانت صاحي يا اخي. حرام عليك. مفيش غيرها نظام. مفيش غيرها نظام. مفيش غيرها. ليلى. ليلى مالك؟ اسم الله عليك. ليلى الكابوس وحش قوي يا شمش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جننتني وانت مجنون. يا زمان كفايه اكتفي. الفجر كان نور الكون. خليته ليه يختفي؟ جننتني وانت مجنون. يا زمان كفايه اكتفي. الفجر كان نور الكون. خليته ليه يختفي؟ خير يا بيه. شيخ بلد يا يونس مش بيه. بخير يا شيخ بلاد مصر. احنا جايين نقدم التهاني والخدمات. التهاني مقبولة والخدمات كيف تكون؟ صالح بيه القسمي ماله؟ استجار بينا واجرنيه. ايه؟
انت اجرت عدو مارق مطلوب يا يونس؟ انت جاي تتحداني؟ اجرنيه لحين تسليم الجنابكم وهرب. هرب ولا هربتوه؟ وايش المصلحه؟ مصلحه همام. همام اللي خلاكوا تمنعوا عننا الميري من 10 سنين يا يوسف. وهو لو كان حد قال هنا لا كنا قلنا له احنا ايوه. وانت جاي تعمل ايه هنا دلوقتي؟ جاي نبلغك باللي حصل، وانت عارف مصلحتنا فوق مصلحة اي حد، لا همام ولا قلعة. احنا جايين نبرو ذمتنا ونقول اللي لنا واللي علينا. وصالح بيه طلع على فين دلوقتي؟ الله اعلم. اللي خدها قبل، لكن هو انكر وجهته، لكن احنا شفناه مقبل. عارف لو كنت بتلعب بيا لمصلحة همام يا يونس، غضبي عليك ما هيكونلوش حدود. احنا نلعب لمصلحة روحي وبس يا بيك. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو الذهب بيه، تفضل. مرحبا يا شيخ العرب. بلغنا هروب المارق العاصي صالح بيك القاسمي. وما قدرتوش تتابعوه ليه؟ هنجيبه يا شيخ العرب، هنجيبه. هيروح فين؟ وعمل ايه زعله؟ ده راجل زين. رفض ينفذ الامر وعصى شيخ البلد والولي باشا. وحد قال لك انه هرب وقاعد عندي هنا؟ لا يا شيخ العرب، احنا عارفين انه مش عندكم. طب وايه الخدمه اللي اقدر اقدمها لك؟ المماليك ليهم تقاليد برضه زيكم يا شيخ العرب، لما حد فيهم يعصي او يخالف الامر يتحاسب ويرد كل المال اللي كسبه للميري مرة تانية. تقاليد زينة، لو هترجع كل الحقوق لأصحابها. صالح بيك صديقك وعلاقتكم معروفة. ونعم الصاحب يا بيه، راجل محترم. بس أنا ما فهمش لغاية دلوقتي، حديثك عير من حد فيها. احنا ما تحصلناش على صالح بيك، هرب. لكن قلنا أكيد ما هربش بكل أمواله، وجايين نسأل إن كان ترى جزء من الأموال ودي عندكم. ولا عشنا وشفنا العجوبة. يعني حضرتك جاي تفتش بيوتنا في بلدي هنا، ولا هتتكلم على سبيل الضحك والملاطفة؟ أنا جاي أستفسر يا شيخ العرب، وأعرف إن كان صالح بيك سايب عندك حاجة على سبيل الأمانة، وأوضح إن الأمانة دي ميري ولازم ترد. الله أنت تضحك معي. طب افرض ان الراجل سايب مال قارون امانه عندي، انا همام اديك الامانه؟ طب كيف؟ انا ساعتها لا ابقى همام ولا شيخ عرب، ساعتها استاهل يسموني همام بيه مش شيخ العرب همام. انت بتقول حتى لو عندك الامانه مش هترجعها، وانت عارف انها حق الميري. ما عنديش انا ميري ولا مش ميري، ما افهمش انا الكلام ده. اللي افهموا حاجة واحدة، بيوتنا تتفتح بس للضيوف اللي زيك عشان ياخدوا واجبهم. وصل الكلام؟ وان اصريت على التفتيش يا شيخ العرب، يبقى مفيش ضيافة يا ابو الدهب، وترجع مطرح ما جيت، وليك الامان لروحك ترجع حي. يا ده تهديد يا شيخ العرب. لا يا بيه، ما عندناش احنا حكاية التهديد دي، عندنا فعل. واسأل أستاذك علي بيه، وإبراهيم بيه أستاذه حي، كان حكى لك إحنا مين. يبقى أبات في مضايف شيخ إسماعيل الليلة دي، أصل ليا معاه كلام كتير. مات مطرح ما أنت عاوز، مسموح. شرفت يا أبو الدهب. شرف الله قدرك يا شيخ العرب. ابن عمك بيلعب لعبة خطيرة يا شيخ اسماعيل. احنا مش بتوع لعب يا بيه، انت اللي جيت معاه في حيطة سد. حقوق القلعة والميري مش ملك همام عشان يمنحه او يمنعه يا شيخ. شوف يا بيه، احنا الامانة عندنا اصعب من طلوع الروح، ولو عدوك امنك ما تخنوش، اتربينا على كده. واحنا برضو متربيين وعندنا تقاليد يا شيخ اسماعيل. يا بيه انتوا احسن ناس، انتوا فوق راسنا، ما قلناش حاجة.
انتوا عندكم اصول وجذور وعارفين جدودكم، واحنا كمان كل واحد فينا عارف مين استاذ واستاذ استاذه لحد الاستاذ العاشر. يعني هي هي؟ لا يا ابوي مش هي هي، برضه من دمك زي اللي اشتراك، واللي ربى خير من اللي اشترى. واحنا شارينك يا شيخ اسماعيل. لا يا بيه، انا حر، لا ينفع حد يشتريني ولا حد يبيعني. فهمتني غلط، شارينك بيقولوها ولاد البلد في المحروسه، بمعنى انك غالي عندنا. الله يحفظك، ده من زوجك. طول عمري احس يا شيخ اسماعيل انك انت الحاكم الحقيقي هنا. ما ينفعش الحديد ده يا بيه. سيبني اكمل بس. ساعات بيكون الحاكم القوي سبب وجود وزير عظيم لي، يعني مثلا قوة إبراهيم بك تخدها كانت في تلميذه جدنا علي. ده قصدي أنا مش وزير همام، أنا والد عمه، وهمام مش ملك، همام شيخ عرب وأنا شيخ عرب، والأمر عندنا شورى. شورى؟ شورى مين يا شيخ إسماعيل؟ إحنا نضحك على بعض، الأمر أمر همام وبس، وأنت مهمتك تنفيذه بذكاء. مين قال؟ همام عايشاورني في كل شيء وينفذ كلامه في الآخر. معقولة يا شيخ إسماعيل أبو الدهب يقول لك شريلك وأنت تقول لي همام بيشاورني؟ هو بيشاورك، لكن أنا بشاور لك، وأنا مش مجرد مملوك عادي، لا، أنا قبضة القلعة. أصلك لمؤاخذة يا بيه، ما تعرفش يعني إيه إسماعيل لهمام وهمام لإسماعيل. لو في يوم بيجي همام في الشرق واسماعيل في الغرب، اعلم ساعتها ان لا فيه شرق ولا غرب، هي بس يبقى وسع الحبل قبل ما ينعقد. واسماعيل الهواري مفيش حد يشاور له، لا بقبضة القلعة ولا بقبضة الموت. الايام قصيرة يا شيخ اسماعيل، والريح مش مواتية لمراكب احلامكم. الايام قصيرة على اللي باعينه قصيرة، واحنا باعنا طويل. وانا برضو صديق مش عدو لحد دلوقتي، ويوم ما تفكر في صديق ليك في المحروسة هتلاقيني. شكرا على الأنفاس الجميلة وكرم الضيافة كبير هوارة. كبير هوارة هو شيخ العرب همام، والد يوسف، والد أحمد، والد محمد. شرفت يا بيه. قلبك حنين وشارد في بيتك كده، شوف لها حد. أشوف حد لمين؟ لبيتك اللي مشايلك الهم والحزن ومقعدك ساكت. هو حصل حاجة تانية؟ هيحصل إيه أكتر من قعدتها؟ شوف لها حد، أمال كبار كبار وما قدرش تشوف راجل لبيتك يتجوزها. إيه يا مرة الكلام البارد المكشوف اللي عتقوليه؟ ما تتكسف على دمك. وإيه اللي يكسف في سطرة بيتي يا إسماعيل؟ خلاص يا شمش، ألبس عبايته وأنزل السوق، أقف وسط الرجالة وأنادي وأقول يا ولادي الحلال تعالوا اتجوزوا بيتي، أحب على يديكم اتجوزوا بيتي. سطرة بيتك مش عيب، وأنا ما قلتش كده، قلت تحل تتصرف، الرجالة هتتصرف. قادر ربنا يريحني منها ومنك. قعدة الولاية نار وعار ومرار، وانا مش حمل كسرة نفس بنتي.
يعني أشيع راجل على طابلة لفلها على جوز يا بنت الشيخ يوسف؟ ما أنا لو بنت راجل فاجر أو مرض غجري كان زمان بنتي اتسطرت يغور الغنى اللي ما يستر الولاية. يا بنت عمي ما تفوريش دمي، إيه اللي في يد أعمله؟ جوزها لصالح بيه، قل له فكر ورضيت. يا بنت المهو، يا مهووسة يا بنت أصلك زين، ما تخلينيش أطلق لساني. ماله؟ مش أمير؟ ده مملوك اشتروه شرا، أدي بنت للعبيد أحسن من قعدتها.